تسلموا ايديكم، كتر خيركم واهلا وسهلا فيكم. برافو. في اطفال اذا سالتوهم سؤال بيقولوا لكم ما بنعرف، بس في اطفال لا يمكن يقولوا ما بنعرف ابدا. لو سالتوهم سؤال ما بيعرفوا جوابه، بيحاولوا يخترعوا اي جواب، وفي كثير من الاحيان بيبقى الجواب مقنع. معلمة مدرسة سألت تلميذتها، قالت لها يا بنتي الفارة كم سنة بتعيش؟ قالت لها لا تاكلها شيء قطع أنسة. نداء 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 إلى من يهمه الأمر، إذا أردتم الاشتراك في البرنامج عليكم أولا أن تعطونا أبشع حركة بالوجه. هلا بدنا نعمل لك فحص صغير، بدي تعمل لي حركات بوشك، اعمل مثلي مثلا، اعمل هيك. أبشع حركة فيك تعملها بوشك، اعمل حركات لشو؟ حويل في تحويلك. لارا فيكي تعملي حركات بشعة بوشك، حركات مش حلوة، تقدري اعملي لشو هيك كمان، اعملي هيك الميلة الثانية. نصيحة إعلانية وراجعين. في عالم دريد لهذه الحلقة من لبنان مازن صبغ 6 سنوات، من الإمارات سعيد عارف 7 سنوات، من مصر صار حسين سعيد 8 سنوات. شكرا 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 شكرا، يسلموا ايديكم. وبعد الاهلا وسهلا فيكم كمان، وكمان اسمحوا لي اهل وسهل باصدقائي الصغار. مرحبا حبيبي، كيفك؟ منيح كتير. شو اسمك؟ مازن. مازن شو؟ مازن صباغ. مين اجا معك حبيبي؟ مين اجا معك لهون؟ امي. وينها؟ يا اهلا وسهلا، اهلين، اهلا سيدتي. انت منين حبيبي؟ من سعودي. انت مو لبناني؟ جد من سعودي. سعودي يعني انت؟ وبابا؟ لبنان. لبناني. وماما؟ فلسطين. لك اخوال وعمام؟ اخوالك منين؟ من السعودية. وعمك؟ من لبنان. عمك الثاني؟ من لبنان. عمك الثالث؟ من لبنان. عمك الرابع؟ من لبنان. طيب دخلك مازن، انت بتسمع بالهجرة؟ ليش الناس بتهاجر من بلدها؟ علي صوتك حبيبي. انه من رعد لبنان، يعني بكون في هيك رعدة قوية. رعدة قوية؟ اصبح سبب الهجرة الرعد. ايه، وغير الرعد ليش بيهاجروا العالم؟ انه اذا واحد عزمهم وضيفهم شيء وهو كمان عم ياكل معه، ولا كبوا على الارض، يعني هو عزمهم وما لازم يعمل هيك شغلات، يعني يكبوا بالزبالة عشان هو عزمهم. بيقوم بيزعل وبيهاجر. بيزعل وبيهاجر. في شيء سبب تاني للهجرة مثلا؟ صوت السيارات الضجة فرضا؟
ده واحد راح عيد وسمع صوت الطبل بوم بوم قوي قوي بيهاجس. طيب إذا واحد هاجر شو لازم يعمل؟ لازم يروح يجيب شنطة، إذا ما عنده بروح بيبعت فيه أو عمه أو خاله بروح بيجيب له، عشان هو بيكون بكرة أو بعد بكرة بدي يسافر. أيوة يقرب له. بيجيب له شنطة. أنت ناوي تهاجر شيء؟ لوين؟ فرنسا. على فرنسا؟ ليه؟ ها؟ ليش على فرنسا؟ أنا بحب حرف الفا. طيب في شي بلد فاضية مثلا هاجر لها أنا؟ وين؟ في برازيل، في الهند. فاضيين هدول؟ فاضيين. ما فيهم حدا؟ طيب إذا بدي سأهاجر للهند أنا؟ للهند كيف بدي اتفاهم هندي مع الهنود؟ واحد بيساعدك يعني بتحكي معه بقلك يعني بقلك كلمة يعني شو اسمك بالهند، هو بقلك كيف وانت بتحكي بصير. يعني بجيب واحد هندي هنيك يساعدني. بس مو عم تقول الهند فاضية؟ الهند بلا فاضية. انت بتعرف هندي؟ انا لا ابدا. مير يا شب خير. هاي كيفك حبيبي؟ شو اسمك؟ سعيد. سعيد؟ سعيد ايش؟ عارف. سعيد عارف؟ انت منين حبيبي؟ دبي. من دبي؟ من الامارات يعني؟ مين اجى معك من الامارات؟ ابوي واخوي. وين قاعدين؟ اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا فيكم. ايه سعيد حبيبي، انت بتحب الحيوانات؟ شو الحيوانات اللي بتحبها؟ تعرف تقلد صوت الحصان؟ عمل لشوف حصان. عمل صوت حصان لشوف. لا علي صوتك شوي. كيف يعمل الحصان؟ مزبوط. هذا صوت حصان مزبوط. لك عشلون بيعمل الحصان؟ أظن هذا حبيبي سعيد هذا صوت المهر ابن الحصان. الحصان صوته طيب صوت الكلب كيف؟ طيب بلا مؤاخذة صوت الحمار كيف؟ إيه. علي صوتك. إيه. إيه. صوت الحمار كيف؟ صح بيقولها. صح بيقولها. كيف هو الحمار كيف صوته؟ ما بعرف. ما بتعرف. عشان هو الحمار هو حيوان بيعرف يعمل اصوات، بس الاولاد بيعملوا اصوات يعني مثل هو صوته. يعني كيف مالك سمعان شي حمار بزمانك؟ انا لا ولا مره شايف حمار. لانك من فرنسا يعني؟ انا لا. ايه حبيبي صوت الحمار كيف قلت لي؟ علي صوتك. ايه. هذا صوت سيارة اسعاف. سعيد هلا انت بتعمل شيء من وراء اهلك؟ ادوخ. بدوخ؟ لحظة بالله، لحظة لشوف بس الفهرس العربي عربي. بدوخ يعني بدخن، مو هيك؟ يعني بتدخن سيجارة؟ هيا ادوخ يعني بدخن، صح؟ صح مولانا؟ اعتقدها كذي. دخ تعتقد؟
يدوخي يعني يدخن يعني الفهرس تبعي العربي عربي صحيح صحيح بدوخ مضبوط. ايه حبيبي كيف بتدوخ؟ منين بتجيب سيكارة؟ ها؟ سيكارة منين بتجيبها اللي بتدوخ هاي؟ منين بتجيبها؟ أنا بعرف من ماي مسافية ألفها بعدين أنينة المسافة ملفوف عليها ورقة بياخد الورقة ايه وبعدين؟ بعدين أدوخ. بس هيك تاخد الورقة وبدوخ؟ طيب هاي ورقة دوخ لشوف. هلا هي صارت دويخة صارت سيجارة كيف تشربها؟ اعمل لشوف دوخ لشوف. وهيك بتدوخ بدون ما تولعها بالنار؟ لا ولعها بتولعها. بابا ما بيشوفك لما عم تدوخ؟ بيشوفك. شو بتعمل كمان من ورا بابا؟ افتح الباب ادخل داخل شوي شوي افتح الكبت تفتح الايه؟ الكبت 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 سعي لا ارجع بس لل الكبر خزانة يعني ايه تفتح الخزانة الكبر ده ايه وبعدين شو بتعمل؟ اخذ الفلوس بدون ما يشعر بابا بدون ما يحس بدون ما بابا يشعر ما بيشوفك يعني لما اخذت الفلوس شو تعمل بيها؟ شو بتعمل بعدين بالفلوس؟ اودي وياي اصلي. تاخذ الفلوس وبتسرقهم يعني تروح تصلي؟ اصلي بعدين اسيب دكان. بتفوت على الاوضه بتفتح الكبرده بتاخذ فلوس بدون ما يشوفك بابا صح هيك انا عم بحكي وبعدين بتروح الفلوس بعدين بتروح بتصلي بعدين تشتري بالفلوس من الدكان صح؟ طب ليش بتصلي قبل؟ الله يسامحني. أنا كثير بدي أقول لك شكرا لأنه أخذت المصاري وصليت قبل ما تشتري فيهم مشان الله يسامحك. شكرا سعيد. هاي حبيبي ازيك؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك حبيبي؟ اسمك ايه؟ سارة حسين سعيد. سارة حسين سعيد. يا اهلا وسهلا يا سارة. انت من مصر لازم. اهلا وسهلا بيكي وبمصر. سارة مين جا معاكي من مصر؟ مامتي واختي. وينهم؟ اهلا وسهلا. اهلا محمد. اهلا كيف ام ساره؟ بنقول لك ام ساره. ايوه اهلا وسهلا يا ست ام ساره. اهلا بيك. ساره حبيبتي انت بس تكبري باذن الله شو حتعملي؟ حتشتغلي ايه؟ اشتغل ممثله. ممثله؟ ليه؟ انا بحب التمثيل يعني. بس عشان تحبي التمثيل ولا في سبب تاني؟ في سبب تاني. ثلاث اسباب تانيه. قولي لي الثلاث اسباب. اني اشتغل يعني ايه ما تعبش كتير. ما بتتعبي كتير؟ الممثل ما بيتعب كتير. و اكسب فلوس كتير. ايوه تكسبي فلوس كتير ومشهور وبصيري مشهورة. هلا الممثل بيكسب فلوس كتير؟ ما الناس كلها بتشتغل وبتكسب فلوس كان هو يعني شكله جميل مشهور. وبرأيك الممثل بيشتغل اكتر ولا الناس التانيين بيشتغلوا اكتر؟ لا الناس التانيين هم اللي بيشتغلوا اكتر. وليه الممثل ما بيشتغلش؟ بيشتغل. ايه يعني شغله اكتر ولا اقل؟ اقل. ليه؟ زي مين مثلا؟ نور الشريف. نور الشريف. ما بيشتغلش كتير نور الشريف؟ ما بيشتغلش كتير. ازاي؟
انه بيعمل تمثيليات في رمضان بس. يعني بيشتغل برمضان وبيكسب بهالشهر بس بيكسب فلوس كتير. طيب شو الادوار، ايه الادوار اللي ممكن تخلينا نصير مشهورين؟ نكون بنت مش مؤدبة. هلا اذا عملتي دور بنت مش مؤدبة بتصير مشهورة؟ والادوار اللي ما بتعملناش مشهورين زي ايه؟ نكون بنت مؤدبة. زي ايه دور ايه مثلا؟ يعني انت برأيك الناس بيحبوا دور البنت اللي مش مهذبة؟ وما بيحبوش ادوار المهذبة؟ طيب انا برأيك انا ممثل مشهور؟ تفتكري بكسب كام بالشهر؟ دولار، 50 دولار كده يعني. 50 دولار، الله يجيرنا من الحسد يا عمي. نصيحة إعلانية ورجعين. بابا عشان هو سوق سيارة لأنه ولد. اسمحوا لي ارحب بصديقتي سحر. هلا. كيفك يا سحر؟ منيحه الحمد لله. منين جيتي قلبي؟ من عمان. انت ومين جيتي؟ انا ماما واختي. بابا. هاي الأمورة، هاي الأمورة الصغيرة اختك، شو اسمها؟ غزل. غزل، يا غزل. ايه سحر حبيبتي. سحر ايش انت بيقولوا لك؟ سحر كشورة. كشورة. بس انت شافك تضحكي كتير، ليش كشورة؟ مين سماكم كشورة؟ لأن جد هو صغير كان كشر ما يضحك بس شوي، فراحوا سموا عيلته كشورة. أيوة. دخلك اللي بيكشر كيف بيكون وشه؟ كمان أرجيني كمان. أنت بتحبي إنه ماما تشتغل؟ ليه؟ هيك عشان نجيب مصاري، وإذا بابا خلص شغله كيف بدنا نجيب مصاري؟ إذا بابا إيش؟ خلص شغله كيف بدنا نجيب مصاري؟ ليش شو بيشتغل بابا؟ مهندس ستلايت. ليش فكرك مهندس ستلايت بيخلص شغله؟ لا. ايه ليش خايفه لكان؟ في ناس هيك بيخلص شغلهم. انت برايك حبيبتي شو احسن شيء تشتغله المرأة؟ معلمة. معلمة؟ ليه؟ عشان احسن تشتغل، لانه مرات إذا هذا كيف بدها تدرس الأولاد تقدر تشتغل معلمة مشان تدرس الأولاد. إيه. طيب ليش ما بتشتغل مثلا شوفير تاكسي؟ مشان كيف بدها تطبخ؟ في مرات ناس ما معهم سيارات، لازم تشتغل شوفير التاكسي المرات. ليه؟ كيف بدها تطبخ؟ يعني قصدك انه شوفير التاكسي بتضل مشغوله طول النهار ما عندها وقت تطبخ. بس مو شغله شوفير التاكسي مريحه طول النهار قاعده على الكرسي عم تعمل هيك. مو مريحه. انت شو رايك تشتغلي شوفير تاكسي بس تكبري؟ ما بقدر. ليه؟ هيك. انت متجوزه؟ لا. شو هالحكي؟ ليش لا؟ هيك.
ليه؟ طبعا لا. ها؟ لانه ما بعرف اطبخ. بتعرفي سمعاني غنية فطوم فطومة؟ بتعرفيها؟ غني لي على شو؟ فطوم فطوم فطومة خبيني ببيت المونة، بكل عالم ما بيجي البرد مالي غير الكانونة، شو حبيت بنص وكيف حال برغم راسه مدك البستك وعرفان، افتحي قلبي وخيدي منه شي نارة، ربي برمتي وفي مثلي. شو يعني شو حبيبتي سحر، شو يعني افتحي قلبي وخدي منه شي نارة؟ شو يعني خدي منه شي نارة؟ يعني خدي منه شي نارة، يعني تاخد منه نار. هاي الغنية مين بغنيها؟ دريد لحام؟ لا. مين لك؟ واحد اسمه عمرو دياب بس بشبهك. شكرا سحر، شكرا حبيبي. لمشاركة أبنائكم في عالم دوري أرسلوا شريط فيديو مصور إلى عنوان البرنامج NBC لبنان، صندوق بريد 113-5005، بيروت لبنان. سنة 45 كنت طفل لما صار غارة على الشام، بكيت خفت من صوت القنابل، ركضت لأمي غمرتني، ارتحت واطمأنيت وحسيت انه حضن الام ملجأ لا يمكن لأي قنبلة في العالم اختراقه. لما اطفالكم واولادكم بيخافوا من الحياة افتحوا لهم ابواب هالملاجئ وارجعوا سكروا عليهم. الى اللقاء.